وإلى أجواء الجمال والفنون التراثية، اخترنا لكم هذه التغريدة من حساب هيئة التراث، والتي أطلقت مسابقة فنية. وجاء في التغريدة: حظيت مسابقة بيوت عسير الملون التي نظمتها هيئة التراث بدعم وإشراف وزارة الثقافة وبالتعاون مع الجهات المختصة بتفاعل مميز يؤكد وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على التراث ومعالمه المادية وغير المادية. طبعا بيوت عسير الملونة، الرحلة الثقافية والإبداعية اللي قاعدين نشوفها في هذا الفيديو، هي التي مزجت ترميم 7 منازل تراثية بألوان من التراث والأصالة، قصة زاخرة بالإرث الأصيل والألوان الزاهية ترويها واجهات المنازل التراثية في عسير، مثل ما نحن شايفين في هذا الفيديو تماما. فعلا عمل جميل جدا ويعكس إرث وحضارة منطقة عسير. الله، ودي صراحة أزورها إن شاء الله بإذن الله قريبا.